لم تترك الميليشيات الحوثية بابا من أبواب ابتزاز المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها إلا وطرقته متحججة بالحرب والحصار، لكن اسطوانة الغاز المنزلي الذي ينتج محليا أصبحت شاهد إثبات على جشع تلك الميليشيات بعد أن تضاعف سعرها في المناطق التي تسيطر عليها ليصل إلى 6 أضعاف السعر الرسمي، ما يعكس حجم الاتجار بمعاناة المواطنين وأقواتهم. ونحن نطمئن المواطنين في كافة أرجاء الوطن بأن الغاز مستمر من مأرب الخير إلى جميع محافظات الجمهورية وبالسعر الرسمي، أكثر من 80 مقطورة في اليوم تصدرها محافظة مأرب محملة بمادة الغاز إلى أنحاء الجمهورية، وكما قلت ثلثي هذه الكمية تذهب للمحافظات التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين. تباع أسطوانة الغاز المنزلي في محافظة مأرب ب1500 ريال للمستهلك، وتحرص شركة الغاز على أن يكون هذا السعر هو ما يدفعه المواطن في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية من خلال مراعاة أجور النقل ومكاسب وكلاء الشركة، لكن الميليشيات تقوم باحتجاز الغاز وبيعه بأسعار تقصم ظهر المواطن وتملأ خزائن فاسدي تلك الميليشيات بالمال بعد أن أوصلت سعر أسطوانة الغاز إلى 8000 ريال. أي زعم أو أي كذب يقولون أن الغاز ارتفاع هناك في مادة الغاز أو ارتفاع في أسعارها، فهذا ليس لدينا أي ارتفاع، وإنما الغاز متواجد ولكن توجد ميليشيات وليس ناس وطنيين، إنما هم ميليشيات تقوم باستقطاب الغاز، لديهم الأحواش الشركة في العاصمة صنعاء ويقومون ببيعها بالسعر الذي هم يريدون. تعد مشكلة الغاز والمشتقات النفطية الأخرى إحدى المآسي التي تسببت بها الميليشيات الحوثية، برغم أنها قد اجتاحت المحافظات وانقلبت على الدولة باسم محاربة الفساد وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. محمد القليصي لقناة سهيل.